النقطه الاخرى، اذا كنا نتحدث بقى عن القيادات العليا للمعارضه، فاتصور ان مسؤوليات القيادات العليا للمعارضه اكثر جسامه واكثر اهميه، وهي يعني تطوير العقليه التقليديه القديمه، وهي في واقع الامر ليست عقليه ديمقراطيه رغم التشدق بهذا. طبعا هناك، انا لا اتحدث عن الجميع، لكن انا اتحدث عن يعني نمط سائد في هذه القيادات. اتصور انه باستمرار عمليه التدرج في النضوج السياسي سوف تتغير هذه القيادات، خاصه تلك التي ثبت بالدليل القاطع فشلها اكثر من مره. ثالثا، مسؤوليه المعارضه ان تستمر في توعيه الشعب. رابعا، من مسؤوليه المعارضه ان تعمل على تطوير الانماط الاخلاقيه للناس. يعني مثلا انت حضرتك سواء بالنسبه لقواعد المعارضه او قيادات المعارضه تجد كثير من الشتائم. واحد بيقول لك الديمقراطيه، كله بيقول لك الديمقراطيه وكله بيقول لك التعدديه والكلام ده، لكن بعض الناس تختلف معهم في الراي، تبص تلاقي الشتايم دي. يعني حاجات الناس متربيه عليها وتحتاج الى كثير من التجارب. مساله حمل الباطل مثلا انا بقراها على انها تمرين. يعني حتى لو جه لك واحد وقال لك والله اصلها دي لا تقدم ولا تاخر، لا هتقدم مش هتاخر، انما هتقدم. ابسط العمليات فيها التقدم ان دي ممارسات عمليه، الناس بتتمرن هتتعامل مع بعضها ازاي، هتتعامل مع الناس اللي بتشتم بعضها ازاي، الى اخر هذا الكلام. فهذه لكن كانها